مرتين. وكان سريع الغضب. يا لهوي لو حد سأله سؤال، وبيقرا بقى، بيقرا كده عمال يقرا، لو حد سأله سؤال كان سريع الغضب يوصله في غضب كده. بقرا بقرا ويرجع يغني الواد ده، يا سيدنا سؤال. بقرا بقرا ماشي كده بيقرا ويغني الواد ده مصمم، فلو صمم بطل كان يسبه ويشتمه، يا واطي يا ابن الواد بقر. ولو كان قريبا منه يلكمه، ما قلنا بناءه، ولو كان بعيدا الحذاء جنب منه، حذاء سيدنا كده ويرميه بهذا الحذاء في وشه. وهذا الحذاء كان مليء بالمسامير. تخيل طالب علم يسال سؤال تاتيه رساله عبر الهواء كده، الجزمه في وشه كده، ايه يعمل الحاج ده؟ اذا الشيخ بتاع الكفر فعلا ده كان مسخره، ما كانش حد يقطعه، طريقه تعليمه غلط قايمه على الارهاب والرعب. اذا كان يغني